نقول بسم الله. اول صندوق ده بحسكم انتو اخواتي بصراحه، يعني ده اللي كنتم. نشوف هات لعنايا. بسم الله 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 الله، بدله حلوه. لا باش حسكم حلو يعني، حلو يا باش حلو يعني. خدنا كده بصراحه يطلع اياه. وريني يا باش. الله، لابا مؤقتة ماشي، برضو برشوت مؤقت. إيه ده، ما انا كسبان ده من بدري. ايه ده يا عم، 3 برشوتات. إيه قبعة ماشي، حاجة حلوة برش. الله، مش بقولكم انتوا حظكم والله العظيم حاجة حسل، حاجة عسل. انت يا باشا من الاخر. مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين، حسب اكتب شنو فينا ان شاء الله نلعب مع بعض نلعب بابجي. اتمنى منك في الاول تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان نستمر في فيديوهات اكتر واكتر. النهارده يا اخواتي مش هنخش الجيم ولا حاجه، النهارده ان شاء الله هنفتح صناديق الغلابه بصراحه. يعني انا كنت محوش كام صندوق بصراحه كسبتهم، فانا وانتم هنفتحهم كده يا اخواتي ونشوف حظكم علي. فبس يا ريت في الاول تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان نستمر في فيديوهات اكتر واكتر. ومعي طبعا يسي، فبنمس عليكم انا وهو يعني. واحلى واحلى بوسه ليكم والله يا اخواتي. ونبدا في تفتيح الصناديق. نفتحه بوضع الكلاسيك تمام يا اخواتي، نفتحه 10 صناديق وضع كلاسيك. انا طبعا يا اخواتي بصراحه نفتحهم 10 صناديق مع بعض. بس طبعا يا ريت في الاول يعني اذا قلت لكم تشتركوا بصراحه. نفس الواحد في الانفور تلي بصراحة، فاهمين؟ فيعني لو جاب صراحة هيبقى بصراحة وشكم عسل عسل بصراحة. شايفين فخامة فخامة ابن اللذينة والله يا اخوات، فخامة يعني. يا رب ان شاء الله ناخدوه. فانا هنفتح 10 صناديق ونشوف صندوق هيبقى بحظكم، صندوق بحظ ياسي وصندوق بحظي، ونشوفوا مين اكتر واحد فينا حظه حلو. طبعا اول حاجة يا اخوات نخش على فتح الصندوق. انا معايا 15 صندوق، فانا هنفتح 10 بس. نقول بسم الله. اول صندوق ده بحظكم انتوا اخواتي بصراحه، يعني ده اللي كنتم. ونشوف هات لعنايا. بسم الله 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 الله، بدله حلوه. لا باش حظكم حلو يعني، حلو يا باش حلو يعني. خدنا كده طبعا اخواتي يعني 10 صناديق فتحتهم بس انتوا، فبصراحه يعني جتني حاجات حلوه نسبيا بصراحه. بس انا كان نفسي الصراحه يجيني حاجه بس حلو يعني. جنة كاب مثلا، جنة بتاعت العور دي ايش. لا بصراحة شيلها بايخة بصراحة. جنة تيشيرت دائم، ودنا تقريبا بنطلون بس كان معنا واحد بصراحة من ناعم. فأنا حاجات حلوة بصراحة. معي 5 صناديق تاني، فنفتحهم مع بعضيني. نفتحهم صندوق صندوق، لو ما فيش غير 5 بصراحة. نفتح أول واحد ده طبعا حظ ياسي. شوفوا حظ ياسي يا اخواتي، هات لعنايا. الله يا باشا حاجات وحش. نفتح مرة ثانية، ده طبعا حظني انا، عارف حظي مش حلو صراحة، حظي وحش. او قايلكم انا حظي وحش، بنطلون معايا اصلا. حظكم انتو يا ريت والله يا اسطى. الله، برضه شايفين انت حظكم يا اخوات على طول ضارب على طول. حظ يسي حظك وحش ده يا اخواتي، على حظكم انتوا برضه. انا مش عاوز حظ بصراحة، حظكم انتوا شايف بصراحة بيبقى حاجة حلوة. لحد الوقت كويس برضه يعني. كسبت حاجة مش عارف ايه. ماشي، 20 عملة فضية. طبعا يا اخواتي انا طبعا لديك اكثر من 20 ملبوسة مكررة، فانك بعد الحصول على الفضية واستبدالها بعناصر موجودة في المتجر فاسيبك منها. يعني عندنا حاجات حلوة بصراحة. عندنا اللبس ده اللي انا كسبتي، شايفين بتاع جزارة تقريبا يا اخواتي. في برضو التيشيرت ده اللي انا كسبته يعني تقريبا، وكسبت برضو
ممكن مثلا البنطلون دي. طبعا برضو انا معاي، ثواني اخواتي معلش اسف، معي برضو نشر الصندوق، انا افتحه طبعا برضو على حظكم انت اخواتي بصراحة. صندوق الامدادات نفتحه 10 مرات، يلا نشوف حظكم اخواتي يا ترى هيطلع اياه. وريني يا باش. الله، طلبة مؤقتة، ماشي، برضو برشوت مؤقت. ده ما انا كسبان ده من بدري. ايه ده يا عم، 3 برشوتات. إيه قبعة، ماشي، حاجة حلوة. برش معي تقريبا برضو 2، يعني نفتح بقى نفتح صندوق تاني بحظ يسي. شوف يا باشا حظه، حظه حلو بصراحة. نفتح بعد كده حظنا، نعرف حظي ضايع. وريني يا باشا حظي، يا بقول لكم انا حظي ضايع متدهور خلاص. شوف بقى يا باشا الحاجات اللي خدناها، يعني سيبنا سلاح طابة. وريني شكلي، وريني طابة مؤقتة، شايفين شكلي؟ ماشي ماشي. برضو كسبنا الطاقية دي بتاعت القبطان، كسبنا مظلات كتير بس مؤقتة المشكلة، يعني 3 كسبناهم نفس المشكلة بتاعت القبطان برضو. ماشي خليها باش نلعب بيه. ده معانا بيجي صندوق نستخدمه، ده على حظكم انتوا اخواتي. نفتح يا باشا، دي صناديق الغلابة اخواتي، بس كويس والله طلع منها حاجات حلوة. الله، مش بقول لكم انتوا حظكم والله العظيم حاجة حسل، حاجة عسل. انت يا باشا من الاخر، وريني يا باشا كده الجاك اللي كسبناه. الله يا باشا، لا يا باشا تحسكم جاي من الاخر بصراحة. غير بس القبعة اللي شكلها بايغ ده. القبعة يا باشا حط، ممكن دي حلوة، او دي مثلا اللي كسبناها جديد، شايفين؟ الله الله. وكده يا اخواتي كنت قافل النهاردة. طبعا يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملنا بلايك عشان نستمر نشوف فيديوهات اكتر واكتر. وجود بعافية اخواتي، سلام.